الباب الصغير هو الباب الجنوبي لسور دمشق ومن الأبواب السبعة الأصلية لمدينة دمشق القديمة. بناه الرومان وقيل فرضيا شيدوه على أنقاض الباب اليوناني، ولا يمكن الجزم إذا كان هذا أيضا قد شيد على أنقاض الباب الآرامي الأسبق، والله أعلم. وهو الباب الذي نسبه الرومان إلى إله المشتري، ورمزوا له بكبير آلهتهم زيوس، ويمثل السماء والأمطار والرياح والصاعقة، وهو ملك الآلهة المتحكم بالمناخ. دعاه الشاعر الإغريقي هيسيدوت بجامع السحب وصانع الرعد وحامي الإغريق من ضرب البرق، إشارة لحضوره. وتروي الأساطير قصة الإله زيوس مع الفتاة أوروبا المعروفة باسم عربة، وقد ظهر لها على صورة ثور وخطفها إلى جزيرة كريت وتزوجها وجامعها هناك بغية استعادة شكله الأصلي. وكان لهذا الإله مقرا في جبل كاسيوس، يعني جبل الأقرع في اللواء الصليب لواء اسكندرون، وقد أصبح اسمه في الزمن اللينسي معادلا للإله السامي بعل. وهو عند الرومان كبير الآلهة جوبيتير الذي عرف باسم جوبيتير الدمشقي المعادل للآلهة الحثية تيشوب. ويذكر مؤرخ دمشق الكبير ابن عساكر وينقل عنه القلقشندي وابن شداد وغيرهما، فيقول الباب الصغير هو باب المشتري، بينما ينسبه البدري وهو من علماء القرن التاسع للهجرة، ينسبه إلى المريخ، وينسب باب الجابية للمشتري معاكسا في ذلك نص ابن عساكر. ولكن من المؤكد أن مقولة ابن عساكر أكثر دقة وصوابا، ولأنه توفي سنة 571 هجرية بينما توفي البدري في سنة 894 هجرية، والفارق بين الوفاتين حوالي 323 سنة، وابن عساكر هو أقرب إلى تواريخ التشييد والتجديد قطعا. وتذكر المراجع التاريخية أن العرب بعد الفتح أطلقوا عليه اسم الباب الصغير لأنه كان أصغر أبواب المدينة، وعرف أيضا في العهد العثماني أيضا باسم الباب الحديد لأنه كان مدعما بصفائح الحديد إضافة إلى باب الجابية الصغير، كما تسميه عامة أهل الشام أو بتلك المنطقة باب الشاغور لأنه يفضي إلى حي الشاغور داخل السور وإلى حي الشاغور خارج السور وإلى مقبرة الباب الصغير. وللعامة تفسير آخر بقول سمي بالباب الصغير لأنه الخارج منه يخرج إلى مقبرة الباب الصغير الشهيرة. والصواب أن مقبرة الفارق أن مقبرة باب الصغير هي التي تنسب للباب وليس بالعكس. ويمكن هنا أن يطرح السؤال التالي، أنه إذا كان العرب قد أطلقت اسم الصغير على الباب كما ذكره المؤرخون، فمن المحتمل أن تكون هذه التسمية محرفة عن اسمه الآرامي القديم، الاسم الآرامي القديم زيكورتا أو بالسريانية زيكورتو بمعنى الصغير، وذلك نتيجة للتقارب اللغوي بين العربية والسريانية. والاحتمال الأضعف أن تكون من الجذر السامي المشترك ذكر،
ويفيد بمعنى الإطباق والإحاطة والتسوير والإقفال. كما يفترض أن التسمية تحولت في العهد اليوناني عهد السلوقيين إلى باب زيوس، وفي العصر الروماني إلى باب جوبيتير، خصوصا وأنهم أطلقوا اسم جوبيتير الدمشقي على معبدهم الذي كان في موقع الجامع الأموي. ولكن الاسم الآرامي حدد كان أكثر شائعا على ألسنة الشام أهل الشام، وهو الذي استمر بعد زوال العهدين المذكورين اليوناني والروماني، واعتمده العرب بعد تعريبه للأسباب التي ذكرت آنفا. وقد نزل على الباب الصغير سيدنا يزيد بن أبي سفيان شقيق الخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان، واتفق المؤرخون على ذلك، إلا أن البلاذري أضاف إليه باب كيسان. ويذكر ابن عساكر أن السبب في احتلال العباسيين لدمشق يرجع إلى اختلاف أهلها فيما بينهم بسبب اليمانية والمضرية، كما يذكر البعض أنهم اختلفوا ما بين عباسي وأموي، وكان عبد الله بن علي يهدف من وراء هذا الهدم إذلال أهل المدينة انتقاما من الأمويين من جهة، ومنعهم من الثورة على الدولة العباسية إذا فكروا بذلك، فلا أسوار تحميهم من جهة أخرى. أما ماذا حل بالأبواب في تلك الفترة فلا نعلم عنه شيئا، ولم ترد في المصادر المطبوعة أي معلومات عن العصر العباسي. ومنذ الاحتلال العباسي فقدت دمشق قدرتها على العمران الحربي، كتحصين السور وترميمه وتمكين الأبواب وتدعيمها، لم يكن مسموحا لدمشق بذلك الوقت للأسباب التي ذكرت سابقا، فأخذ السور يتساقط وينهار ويخرج عن خط سيره الروماني القديم، ناهيك عن أعمال الإهمال العباسيين المتعمد لهذه المدينة. وكذلك الثورات المتتابعة التي قامت أيام الإخشيديين والفاطميين والسلاجقة، وتنازع هؤلاء جميعهم على دمشق، مما زاد من تفاقم أزمة التدهور والانحطاط وتراجع العناية بالسور والأبواب أيضا. وهكذا انتهى العصر الذهبي لدمشق، وغدت مدينة ثانوية مهملة في أطراف الدولة العباسية. إلى هنا وينتهي توثيق الجزء الأول من توثيقات الباب الصغير بدمشق. سنتابع معكم بالجزء الثاني لتوثيق الباب، وبناء طلب الأصدقاء أن تكون حلقات قصيرة لضعف النت بسوريا ولكي يتمكنوا من مشاهدة الجزء بسهولة. فإذا أعجبكم هذا التوثيق التاريخي فالرجاء إبداء الرأي وبضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد عن دمشق الشام، فلا تبخلوا علينا بذلك، وشكرا سلفاً.